اسمحوا لي امشي لي يلا. سمحوا مشان مشى اللايف دات من كدوز الساعة نطلع. الحمد لله. شوف دابا حيت كي ملي كدوز الساعه كيمشي اللايف وديجا التفاعل في لي ميساج، كاين الناس اللي في اوروب الله يلعب جاني دابا ميساج خساره في فرنسا اما نحضر الجلسه ويلا هذا السيد بغانا نعاونوه باش ما قسم الله. سو شوف ما كتحسش براسك بانك غريب وبراني ملي كطيح في هاد الحوايج وديما تنوصي كنقول للناس ديما حاول ما تظلمش، حاول ما تظلمش. ظلم خايب اخويا، حيت صعيب، حيت صعيب والله والله هادشي كاين. الظلم خايب، الظلم ما يبغي لا ربي لا عبده كما كنقولوا. باش توصل لهاد المرحله وتصيفط واحد 11 عام للحبس ايس نا ايزي. اوكي سو سؤال غنحاولوا بعض الاسئله اللي مثلا قال لك حكموا عليه بلا اثبات. سو باش نوضحوا للناس دابا هما حكموا عليه ولكن ات ذا سيم تايم مازال ما غيكونفيرموش الحكم ديالو حتى السبعة في شهر 4. لا حنا دابا قول لهم فسر باش نفسر بان في امريكا الحكم ديالهم كي كيكون دابا هما كيستدعيوا الناس اللي من برا عاديين ك ك ك او دوك زكاز دوك الويتنس 12 جور جور. اوكي اوكي جوري دوك جوري جوري ماشي ويتنس هما المحكمه كياخذوا هما الديسيجن ورغم ذلك ما شايفينش لي بروف كاملين. اوكي وبلاتي نشرح لهم بطريقه اخرى الناس كيشوف. اوكي امريكان ملي كيكون عندك مشكل الله يستر كيجيبوا 12 شهاد. انا جاتني بالبراس باش نشهد قصه ما عارفهاش. الوغ هنا كيلعبوا على البسيشي وكيلعبوا على الكوتي ديال العاطفه. المراه في هذه البلاد اي حاجه اللي عندها علاقه بالابيوز ولا الاغتصاب ولا اي حاجه تيكون واحد التعاطف. كيكون 12 لواحد كيكونوا جالسين هما اللي كيعطيو جيلتي ولا ماشي جيلتي. هما اللي كيقول لك ياسر. الوغ الا كانوا الناس كاملين قالوا جيلتي وتعاطفوا اذا كانت هي كتعرف كيفاش تهضر والمحامي ديالها دارسين وخا السيد ما يكونش ظالم ولا يكون مسكين ما داير والو غادي يحكموا عليه جيلتي لانه هما داك الشيء اللي قالت لهم العاطفه ديالهم. يعني ماشي لو جوج هو اللي كيعطي اون فوا كياخذ ديك الفيرديكت ديال جيلتي هو كيحكم على بالقانون كيقول اوكي هو اللي دار هاد الحاجه كيخصو يتحكم عليه ب 11 عام حيت هما قالوا لي راه حنا متفقين على هاد السيد راه دايرها بلا ادله. كنشرح الناس اللي كيسولك على ادله راه ماشي السيستم ديال المغرب. 12 الجوري الا كانوا جالسين في الكرسي وقالوا كل شيء اييه غادي يضربوه بالحبس. لان هو القاضي اش كيقول لهم قبل ما يدخلوا ينطقوا بذاك الحكم كيقول لهم القضيه ديال الاغتصاب راه من 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 30 من 15 عام لايف لايف يس لايف يعني المؤبد. هما اش كيدخلوا كيختاروا كيقول لي هذا هما خرجوا ب 15 عام والمحامي ترافع عاوتاني وقال لهم لان السيد هذا وراه ماشي هذه القضيه كتحتاج هذه يعني دار واحد المرافعه كبيره عاوتاني ودخلوا عاوتاني وعطاوه 11 عام وخرجوا. لكن مادام باغا تضيف واحد ويختي ويختي تفضل واحد نقولها لك بغيت نقولها باش كلشي عرفها. حنا دابا ملي عرفنا الحكم وداك الشيء راك عارف هنا 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 راه كتمشي غير عند الطبيب وكيقولوا لك شي ديمو ما كتكونش عارفهم من ساي ما كتفهمش مزيان ياك. حنا كنبقاو كتبقى الانجليش سكند لانجويج يعني يعني كنحاولوا نقلبوا على واخا انا بعدا انا كنقول لك على راسي انا دابا ما بعد خطرات ما كنفهمش شي حاجه كندخل نقلبها اونلاين اشنايا يعني انا كنهضر على راسي دابا. ملي قلت لك اللي بغيت نقول لك انه كان مشكل تاع الترجمه في الاول كان اللي كيترجموا لي الناس كانوا ماشي مغاربه الو هو حتى هو كيترجم كي هو دار هذا الخطا كان عليه ياخذ مترجم مغربي حيت من الترجمه ملي ما خاتش هو الترجمه يعني كيترجم هو راسه على لونغلي ديالو هو هذا كان دار خطا كبير هذا داروا شعيب. الثاني حاجه بغيت نقول لك حنا ملي وقع هذا المشكل شفنا واحد المحاميه مغربيه من بعد وغادي نشير معك السميه ديالها شفنا واحد المحاميه مغربيه ولكن ما هي ما كديرش هادشي ديال الاجرام شفناها وطلبناها الله يعطيها صحيح تفض النار يا ربي ومشات وهي اللي هي اللي مشات عنده حتى للحبس وبغات تعرف القضيه واخا عاودنا لها حنايا
بغات تعرف يعني شنو كاين سمعه من عنده هو، سمعات من عنده هذا الشيء اللي كان اللي قال عبد العالي دابا من فم شعيب، سمعته منه، عندي تسجيلات ومن بعد ان شاء الله ونوريهم لك اخويا. شنو السيده خرجت واحد الحماس فيها، شي وانا هيل باي طريقه، حيت عرفت ان حرام هذا الشيء، حرام يدار مع احنا اصلا مغاربه ومسلمين ويوقع لنا هذا الشيء مع بعضياتنا، فهمتي؟ لا هادشي ما يبغي الا ربي لا عبدو باش تكون. يعني اش بغيت نقول لك، حنا ماشي هاد الهضره حنا فهمناها بحال هكا، فهمناها من عند محاميه مغربيه اللي خلاتنا اننا نفهموا الدوسي مزيان، فهمناه من ا تال زد، اللي خلاتنا حنا كنا كنترعدوا باغي نعاونوه باي طريقه باي حيت طريقه. بانوا لها ثغرات في هذيك يعني في واحد القضيه بان شعيب في هذا البرا اللي مصيفط ليا هو اصلا كان كيهضر معايا في التليفون كيقول والله غنعاود لك هذه القضيه، بان هضرت معاه في التليفون مؤخرا وانا نقول ليه حيت مخلي لي الطوموبيله هنايا وسميتو يعني دابا الطوموبيله هي مشات ليه كامله دابا ما مكملاش في البيمنت، غيجيو يهزوها الشهر الجاي ولا اي وقت دابا غيجيو يهزوها من هنا من هذا الدار، وضاع فلوسه الاولين. هو عيط ليا وانا نقول ليه شعيب النهار ديال الحكم غدا غيكون الحكم، وانا نقول ليه شعيب ومبروك عليك داكشي اللي شلنا في المحكمه، قلت ليه على سلامتك ودابا نطلاقه واود الحاج وراه عاوتاني نجي ندير لك شي زرده هنا وهادي وهادي، وقال لي واش انا ان شاء الله راني كنتفائل سبحان بانه الله. كاين خير مسكين. وصافي وانا فرحان. ذاك النهار قلت له نهار اثنين غنسمعوا خبر الخير، قلت له والله تيخرج ان شاء الله، وكنحلف استغفر الله دابا العظيم هذه العظيم. بزاف كانت عندهم الثقه لانه اصلا ما داروا، قالوا راه غيخرج تما ومصيفط ليا في فين البرا، طرات. مصيفط ليا في البرا بان قال لي راك متاكد انا والمحامي 99% غنخرج. المحامي الوقت اللي نطقوا بالحكم المحامي هو بدا كيصبر في المحامي، كيقول لي مالك اش طرا لك، ما خصك المايه ما خص، قال لي ما تيقوكش حتى وتيقوها هي. واو جيري 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 قال لي ما تيقوكش حتى وتيقوها هي، قال لي ما عندي ما ندير لك، ما بغاوش يدخلوا من عنده خافوا حيت هما يا كتعرف الوقت اللي كيتحكم عليك المحامي ما كيبغيش يتبعك لداخل في الحبس لا يهضر لا معاك، لا كيقول ديك غيكون في حاله نفسيه خايبه يصدق يضربني ولا شي حاجه. فالشعيب بدا كيصبر فيه، المحامي تصدم اش دار، كانوا فرق يعني هضروا معاه في القاعه وصافي وصيفط، هو يقول ليه هزتي، هو يقول شي شويه هو يدخل عنده، قال ليه راك انا خايف لا تكون في شي حاله نفسيه خايبه، وانا دخلت ودخلوا عنده بجوج يعني كانوا جوج محاميين، دخلوا هضروا معاه وقالوا لي ان شاء الله دابا حنايا المهمه ديالنا سالات هنا، يعني حنايا غنكونوا معاك في حتى الشهر سبعه شهر اربعه سبعه في الشهر، والمهمه ديال شوف دابا اعطيها لشي محامي اخر، حنا صافي كملنا معاك دابا، الا بغيتينا نكملوا خصك تعطينا فلوس اخرين. هما لا ما خصهمش يكملوا معانا، هذاك خصك يعني محامي اخر بمونطاليتي اخرى. راه واحد كتب راه داك الشيء اللي قلت لها خص محامي من باش بلا ما نقولها في اللايف نوليو فهمتي. هذوك اللي كيديروا دوك جرينات هذاك هو اللي يقضي لك الغرض في راه امريكا. حتى هو سو داك بليز الشيء تاع حنايا اللي كنشوفوا ان شاء الله يكون خير. حنا هو الحاجه اللي محتاجنا، محتاج شوف شي ولا ملي كيكونوا حالات بحال هكا، لانك انت دابا شكون يحكم عليه؟ حكموا عليه دوك 12 جور هما اللي حكموا عليه. باش بنادم يفهم، الوغ ملي كيكونوا دوك 12 وكنا حنا 200 300 واحد، هنا كيولي كيقول لك بلاتي هذا الشيء راه كتشوفوا سيتو الماينوريتي الناس اللي تيكونوا صبليون ولا مغاربه ولا هذه، اش كيوقفوا بالله في حدا المحكمه حدا هذه قال لك انصر اخاك ظالم او مظلوم. المهم تعطيهم انت بان السيد راه ماشي بوحده، وديك الساعه يخليوا القانون ياخذ مجراه، ولكن باش تمشي مع العاطفه وهما يتعاطفوا معاه هي حيت هي امراه وشدات واحد الكوتي اللي معروف اللي كيعاقب عليه القانون ايز بالزربه. سو هنا غيقولوا كيفاش راه اي واحد الا عرفوه بانه هيز ريبيست يعني شي انسان كان راه حتى واحد ما غيشجعه، ولكن ملي كتشوف بنادم مدعمين وواقفين معاه في جنبه تيقول لك بلاتي بلاتي كاين واحد الكوتي زوين في هذا الشخص اللي كيجعل الناس جايين عنده، اذا راه دير شي حاجه اخرى. سو هذا هو المشكل. ما 11 عام فمبالغ فيها، 11 عام راه اتس تو ماتش بكل بزاف، صراحه. اتس تو ماتش، اتس تو ماتش، راه حياته كلها غتمشي تما كاع حياته. انا المهم عندي هو داك السيبورت ان شاء الله، إن شاء الله المغاربه إن كاع شاء الله يتعاطفوا يديروا اخوهم
يديروه واحد من العائله، يديروه قريب ليهم، يدير راسه يحط راسه في هاد لا سيتياسيون، لان حتى واحد ما نبغيو يتحط في هاد لا سيتياسيون، سيبورتيو كونوا معاه ذاك النهار ويجيو شهر 7 بغينا المحكمه تعمر. انا عندي المهم هو تا يكون سيبور يعني ماديا ومعنويا، لان محتاجين الفلوس بزاف يعني ما نقولش لك. وانا راه ما كنبغيش نجبد هذه النقطه هذه بالضبط، ما كنبغيش انا نحط راسي فيها نقول ماديا، لان ما هي كنرضى مسؤولية ما وصعيبة في كنرضاهاش. الكوميونيتي ديالنا ملي كتهضر على لا الماديات. دابا تصور انا هو صاحبه المقرب ليه، ودرنا هاد جيف اواي ديال هاد الاب هاد فايند مي فاوند جو يعني فاند مي، جو جو فاند مي. فاوند مي، هادي درناها وسولني قال لي واش تحط راسك انتيا هو اللي غيتسلم ديك الفلوس. قلت لي لا، قلت لي انا ما كنقدرش ندخل راسي في هاد بالنفس اوكي بالقصد. فوالا، بلاتي بلاتي قال لك بليز بين هذه في ارلينتون كورت هاوس، ياك راهي ها بليز 7th اوف ابريل ات ارلينتون كورت هاوس. اوكي، هي اي واحد، شوف اي واحد قدرتي تتعاون ماديا معنويا، المهم ليسونسيال هو حضر تما، راه عندك فيها اجر. وبنادم غيوقف تما ويوقف جنبه، واللي كانت اللي مكتب ليه الله كان ظالم ولا مظلوم، المهم بعد انت كتكون واقف في جنب ديال بصيفته ولد بلادك، بصيفته في الغربه، بصيفته مغلوب على عمره حاليا. فهمتي هادشي لان اللي الغربه ملي كتكون بوحدك وما عندك حتى واحد، عرفتي شنو هو دابا؟ راه بحال هزيتي شي واحد من بلاده المغرب ولحتيه في شي كوكب اخر، وتحاماو عليه تحاماو عليه، غيفتارسوه تمايا، ما عنده لا سند لا شي واحد قريب ليه اللي غيعاونو يعني. احنا مضحيين هاد الساعه شويه بوقتنا وشويه دابا بهذا يعني اللي قدرنا الله عليه، فهمتي؟ اكيد اكيد. وانت انت وكنتمنى بيكون عندك اجر لانه تدوي عليه لان بكل حرقه والله الا بفرقه وفهمتي خويا، لان وبغيتو توصلوا الصوت ديالو، لانه من حقه، ما يمكنش يتحكم بحال انسان ما عنده والو والو بوحده في هذه الارض. والو اوموا بعدا يكونوا الناس حاضرين في المحكمه، راه تيكونوا قاتلين وكيجيو الناس والديهم والعائلات والصحاب كيريحوا، لانه كيبقى انسان وكيبقى خصو يتعطاه الحق ديالو. جي صحيح. وهادشي ديال الاغتصاب ولا معروف، وسيرتو في الكوميونيتي ديالنا ديال المغاربه والعرب اون جينيرال. يعني الله يهدي الله يهدي بزاف ديال الناس، لانه راه اخي بحاجه، راه خصو يعرف بنادم اذا تحطت لك اغتصاب في الدوسي ديالك، راه واخا تخرج من الحبس راه كتبقى في الريكورد ديالك، راه ما تخدم ما تردم، راه كتبقى ديما متبوع. راه يعني الله حتى الا عندك مشكل مع شي واحد فوضي امرك الله، ولا الطلاق، ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. اجي اختي ما تفهمناش شنو هما الحقوق ديالك، هاكي هاك وكل الله يعرضه السلامه. حنا كنجيو للغربه، مرتك راه اختك راه بنت بلادك راه اي حاجه، وراجلك راه خوك راه ولد بلادك، ما نخليوش داك الشيطان ديال هاد البلاد ودوك الجمعيات ودوك دوك اللي فغيمون فقدوا امال في الحياه هما يسيروا لنا الطريق ديالنا ويقولوا لنا شنو نديروا وشنو ما نديروش، لانه كيبقى راه ولد خالتك هذا راه مشاركه الدم معاه، راه ولد معاك جوج الوليدات. يعني كنتمنى حتى انا تشوف الميساج ديالي، ربما يحل القلب ديالها، لانه حتى في القانون الامريكي ما يمكنش شي واحد يمشي عندها ويقول لها انه سمحي ولادي، لان تمشي الدور مع الدور تقول لهم راه كيصيفطوا لي عباد الله كيطلبوني وهذه، اذا بحال كتاكد عليك المشكل. سو اللي درتيها ماشي هي هذيك، هضرتي معاها قلتي لها انت اختي الله يهديك، غتقول لهم هي راه كيطلبوني، اذا انت دير شي حاجه مادام دارتها كتطلبها. دارتها فهمتي؟ جوستومون دارتها. اي نو، هذا هو المشكل. ما تعرفش باش بنادم يعرف القانون ديال هاد البلاد، ما يعرفش كيخرج من فمه، ما يعرفش كيخرج من فمه، ما تلاقيتوش لبعضياتكم، كل الله يعرضه السلامه. ما يمكن هذا الاتفاق بينا هذا كيتسمى هذا هو الحقد وانتقام. ها هي وصلت لذاك الشيء اللي بغاتو. انا يعني بنادم كيكون بحال كتكون ضبابه على عينيه، ما كيعرفش راه غيوصل لهذه المرحله هذه. وهي وصلت وشافها، ها هو السيد. واحد القضيه نزيدك بانه راه كانوا كيف المحاميه ديالها والمحامي ديالو كانوا كيحطوا لي عروض بانه يخرج ولكن يخرج بانه قال بانه دار، بانه داير يا يخرج كيقول لك دابا شوف، كيقول لك يو كيحيو بلاي فيه. جيلتي، يو بلاي جيلتي، غيخفوا عليه. ولكن وين يو لا سي ماشي جيلتي، يخفوا عليه، لا ماشي يخفوا عليه، يخرج بحاله من الحبس، ما كاينش تخفيف، يخرج. كانوا كيعطيو عروض يعني عرض، كيقول لي كتجيب لي المحامي عرض، ها انت غنديروك بانك مسطي وبانك عندك حاله نفسيه وهذه وهذه وهذه، صافي السلام عليكم السلام، وخرج بحالك ومريضنا ما عنده باس، وتبقى مقيده لك في الريكورد
وتبقى بان انت مسطي وبانك انت مريض وبانك وهي هذه. يمشي مسطي تيقول لها اكت اوف انسانيتي، يعني دابا نورمالمون مثلا حاله سيبوز نفسيه. واحد دار مع شي واحد ولا قتل مثلا مرته ولا شي حاجه، الى المحامي اكد وعطى دي بروف بانه الوقت اللي دار هو الجريمه كان كيبان ليه الظلام، سو القانون ديال الامريكان في عوض ما يديوك الحبس كيديوك واحد السبيطار، فهمتي؟ بحال ديال مسطين. والمشكله هو انت الى اكدوا بانك مسطي راه اوتوماتيكمون راه بحال كتسطى، لانه بالدوايات وبهادي وبهادي كتولي انت غادي مع لو سيستيم اش كيطبق هو عليك انت كمسطي. كون كان عارف راسه بانه دير كون غيقبل ذوك العروض، راه جوج عروض عطاوه، جوج عروض. كون كان عارف راسه بانه ما دارش، هو كيقول يا خويا عبد العالي علاش نخرج وانا جيلتي وانا ما داير والو، خليني انا غنبقى مع انا بقى غادي معاهم حتى لاخر اخر مرحله. هو كيقول لي المحامي، كيقول لي شوف المحامي ملي كيجي عنده حتى هو بالعرض وكيقول لي راه قالوا لك وقالوا، كيقول لي واش انت دابا من جيب لي العرض كتقول لي بانني انا جالتي بانني انا داير، انت يا دابا هاد الشيء هاد لي بروف كاع اللي عندك وهاد الشيء اللي عندك وهاد الفيديوهات وهاد لي ميساج وهاد الشيء، انت يا دابا كتقول لي. قال لي انا راه متاكد بانك داير فيك الثقه بانك، ولكن احنا ما بغيناش، لان قال لي مي كنوصلوا للجوري قال لي بحال شي عمليه جراحيه او تقدر يا اوف تنجح كورس اوف كورس تقدر ما تنجحش. يا قال لي انا جيري جيري هما اللي هما اللي يقول انا لي عندي جيلتي مشكله سير ديال الفين. هذا. والسيد كان عارف راسه بانه ما داير، وكون كان عارف كره انا قلت ليه شعيب خرج بداك العرض وخرج بحالك بلا قبل ما تشد بديك 11 عام، كون كنا حنا كنا عارفين في انا 50 15 عام والفوق، اش فهمتي؟ ولكن اش غنقول لك، الخير فيما اختاره الله، وكنتمنى من الناس جميع انه يتعاونوا معاه وصافي، واللي وصلات تعاونوا له الرساله بارطاجيو اللي ساكن في فيرجينيا ويقدر يحضر ارلينغتون في نهار 7 في شهر 4 ان شاء الله يجي، نحاول الناس كلهم يمشيو تما، هذاك المورال سبورت بانه راه ماشي بوحدو، وهذيك ملي كتكون المحكمه عامره بالناس اللي في الكوتي ديالو راه كتدوز دي ميساج لهذوك الجور بانه هذا السيد راه كاينين الناس اللي كيبغيوه، كاينين الناس اللي غيوقفوا معاه ويشوفوا اشنو كاين، ونتمناو ليه يعني دي زيستواغ لي فريمون اللي كيكون البطل ديالهم، فهمتي؟ ولاد البلاد وبنات البلاد، وكتكون العائله والدم، ما كتعرفش كيفاش، ما كتعرفش كيفاش تدخل، ما تعرفش، واخا نقولوا حنا اربعه الحيوط ما اربعه الحيوط، صعيب 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 اخويا، والله الله يطلق سراحه على خير، والله والله فريمون ما بقيتش كيضر. كل واحد غيقدر يقول بان ما كنتيش معاه، ما عارفش اش طاري ما عارفش، ولكن انا القصه اللي القصه من فمه هو كيعاود ليا، ماشي انا اللي عاودتها. دابا هادشي اللي عاودت لكم كامل القصه من فمه، يعني وحنا اصلا حنا اصلا نكونوا معاه ولا ما نكونوش معاه ماشي طريقه باش تصيفط بنادم للحبس بهذه الطريقه. خذي حقك، خذي حقك بطريقه اخرى، خودي قولي لي بسلامه، وكون الكلاخ انت باغا اصلا الفلوس وليتي مدمنه على الفلوس ياك، باغا تخسري باغا تلبسي باغا ديري، ها خوديها بطريقه اخرى، خوديها بواحد الطريقه اخرى. شنو هي سيري طلبي الطلاق، طلبي الطلاق وخودي تشايلد سيبورت، لانه كيخدم مزيان غتاخدي النص ديال الخلصه ديالها غتاخذ تشايلد سبورت اللي غيكفيها ويعيشها وتمشي الله يسهل عليها. وصافي وبسلامه. انت دابا باش رسمتي عائله، انت والولاد غيكبروا بلا باهم، ما غتفرحش لانه غتجي واحد الضمير ديالها راه غادي انما ديال بصح. وراه ما على داك الشيء اللي شفناه في المحكمه، راه الوقت اللي سمعت الحكم راه شدات راسها وبدات كتبكي. دابا داك الشيء على دابا كبر عليها الماتش، كبر عليها الماتش ومشات عند دوك اللي حاقدين على الراجل وغربوها. جوستومون ديما كيقولوا الراجل راه بانه واحد الغول، واحد هما ما عارفيناش، حنا راه كنخافوا الله، ماشي كنخافوه شويه كنخافوه بزاف. شحال المراه راه ليها مرتبه عندنا، واش فهمتي؟ هما كانوا يعرفوا بان المراه راه عندها مرتبه، وكما كيقولوا احترم تحترم، حنايا عندنا كل المراه كتحترم الراجل والراجل كيحترم المراه. ماشي انا كنقول هذا الشيء باش 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 بنادم باش بنادم يقول هذا راه كيدير الدراما، ولكن حنا هذا في الدين ديالنا ما كاينش الدراما، حنا في الدين ديالنا كاين احترم المراه وتحترمك، باش فهمتي؟ لا ليها حقوق عليك، وهي ليها حقوق حتى هي عليك انتايا، وحنايا عندنا الدين غادي بحال هكا، ماشي واخا نكون حنا نقولوا شتي. نقول لك واحد القضيه،
انا كون شعيب صاحبي نيت وكون طرات لي هذه المشكله في المغرب ومشى دارت لي الاغتصاب ودخلوا الحبس ياك، مازال نقول نقدر ما نتيقوش، ولكن هو في هذه البلاد وخايف على مستقبله اكثر من المغرب. مازال أكيد. المغرب نقولوا اصافي ندخل صافي الله يعاون، يعني ديك العقليه عارف انت ديال المغرب، يعني الحبس ماشي شي حاجه، ولكن هنايا اش كيقول راه مستقبلي ورقيه الجنسيه الحياه ديالي كلها هنا تبنات، يعني المستقبل ديالي كله هنايا. هذا بس لا داكشي حسبو كله بحال ما كانش، بحال ما يعني كان دابا صافي، الا ما خرجش براءه ولا شي حاجه ما خرجش براءة من البرا اللي قال لك الا ما تدفنوني مع المسلمين سوا ديغ بانه هذا راه ميساج، وكيقول لك وارنينغ ساين، يعني اوكي السيد راه الداخل ديالو راه هيز جيفين اب، فهمت يعني ولا كيشوف الى مت، يعني ذاتس ات. لا هو 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 تبارك الله وصل على النبي، يعني شخصيته قوية وبقى على القرآن وبقى الدين وبقى، يعني هو شاد هذا الشيء، ولكن اش نقول لك واخا تكون ليك انت، يعني ايوب صبر، ايوب وراه صبر، واحد الله احنا ماشي يسلمك، رسل ماشي ما انبياء تبغيهاش حتى شي واحد، ما تبغيهاش حتى شي فهمتي، صبر تعيا، ولكن في الاخر راه تهد من سمع ذاك الحكم، راه رجليه ما بقاوش باغيين يوصلوه. صور الشريف، عرفت اش قال لي الشريف؟ ما عندوش الحق يقول هذه الهضره، قال لا قال لي ولكن ما خصنيش نقولها، راه لا لا ما تقولش، لا نعم ما شوف خصنيش نقولها. شوف اشنو قال اشنو ما قالش، فيديوهات دي بروف، خلي داك الشيء كله يتحط في افريل، فهمت؟ لا، لان لي بروف اللي تحطوا بانها كذابه وكذبات، وهذه الناس اللي في المحكمه تمنع هذاك اللي قلت لك ما تيقش، واش يعني هذا شوف دابا ايماجين انسان خدام في لو بيغ، المحكمه اشنا هو ما المشكل؟ تيقش. ها قلت لك اشنا هو المشكل، حتى بنادم اللي كيسمع باش يفهم، المشكل هو داك اللي غيحكم عليك، ودوك 12 جورور اللي غيحكموا على القضيه ماشي مغاربه، ما عارفينش التقاليد والثقافات ديالنا، ما عارفينش بزاف جيتهم الحوايج، ما جيتهم عارفينش بانه والله راه بدا الفيلم على طوموبيله غيدي عليه والله ما تبقى فيه بلاتي غنوقف عليه انا، ما عارفينش داك السم اللي في بعضياتنا حنا، ما هادو الناس شويه في هذه القضيه سيفيليزي، اي دونت لايك، يقول لك اوكي انا غنطلق وغنمشي، انا راه اي نو سمباري غنجوج بيه، انا غنجي وكل شيء، وغنتلاقاو في الكورت باش نخلصوا على الاولاد، ساند ميد تشيك، سال الفيلم، هما ما عارفينش بان احنا راه كاين بنادم اللي دارك في البلان راه يعطيك توكل، راه يصبيك، راه يتبعك، نو تقول البنادم راه فرنش مونتانا وكلوه، ملي مشى للسبيطار قال لي انت عندك شي حاجه جلطه في الدماغ، في الاخر شنو ياك، داو الاي سي يو، داو الانعاش وغيموت وكل شيء، في الاخر عرف الضربه منين جا، خرجوه داو عند قدوا لي رفقه ورد والاستفراغ والعيبات وصعدات سيت سو، هاد الناس حكموا بالعاطفه، الاغتصاب، المراه هي اللي كتكون الفيكتيم ديال الاغتصاب اوتوماتيك، مخونا ما محامي ما عرفش كيفاش يقاد، هو ربما الاي كونتاكت ديالو ولا الطريقه باش كيتعامل مع الفولي، عاد خصك انت تقول نو تحبس نو اي وانا توك، انا هادي ونبكي ما عارف كيفاش، لانه باقى فيه الصدمه، كل واحد فينا كي سبحان الله كل واحد كيتعامل مع الشوك، لو شوك، كاين اللي كيتعامل مع الشوك كيبقى ساكت، كتقول لي راه انت راه كيبقى ساكت، وكاين واحد النوع كيحارب ملي كيجي الشوك كيبغي يتقاتل، اللي كيقول لك لا انا ما غنمشيش هكا هباء منثور، سو نتمناو ان شاء الله، نتمناو ان شاء الله لي ميساج يوصلوا ان شاء الله، نتمناو الناس يبارطاجيو، احنا بالضبط ما عارفينش، احنا سمعنا من الهضره ولكن ما سمعناش الكوت ديالو، ولكن بيني وبينك هاد القصص سامعهم بزاف، اوكي سبحان الله، ولكن هاد السيد هذا الناس كيقولوا عليه مزيان وهذه، يعني حان الاوان باش الناس ما تبقاش تمشي بحال هكا وسيرتو في بلاد المهجر، واحد يتعطى حقه يوقفوا معاه بنادم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ونخليو القانون، هذوك الجور ما كيفهموش في لا كولتور ديالنا، راه تبكي عليهم غيتعاطفوا معاه، راجل سالف هادشي اللي قالت المحاميه، هادشي اللي هضرت مع المحامي ديالو، قال لها راه واحد الكلمه فسولوه، وقيلا هي اللي بناو عليها، فسولوه قال لهم هادي، ويقول لهم هذيك راه مرتي، اتس ماي وايف، اتس ماي وايف، ندير بها اللي بغيت، بغات ولا ما هما بغاتش انا قال ديال لها الملك ديالي، ولا قالت لي حنايا دابا هو وصلها لك بلونجلي، ولكن حنايا مي كنسمعوها هذيك راه عندها واحد القيمه كبيره، راه هذيك راه اكيد مرتي، اش فهمتي؟ راه ما مرتي سوقكمش، ما سوقكمش، عايش دوما هما فهموها ما سوقكمش، هذيك راه مرتي، اش فهمتي؟
بناو عليها حتى هي وقالوا هذا راه عنصري ولا شي لعبه ولا دابا هما ملي شدوه هذيك الوقيته شدوه ملي داو الكوميساريه وداك الشيء كيقول لهم قالوا لهم علاش شاديني انا ما عارف راسي علاش شاديني بعدا هما يقولوا ليه على قبل الاغتصاب قال لي شكون اللي داير لي الاغتصاب ويقول لهم سميتها هي ويقول لهم هو لا هذيك راه مرتي هما اشنو خادوها زعما راه هو خادم حقو عادي انتم شادين على الاغتصاب شكون اغتصب مرتي راه من حقي فهمتي راه مرتي كيفاش زعما قالها الفكره خادو انا عطيتك من النقاط اللي كانوا ضده نو نو شوف دابا قالت لي قال لها والله الا انا كان اي فيل باد قال لها ما عرفتكش قبل كون فسرتي ليا هو المحامي اصلا ما قالش لنا هذه الكلمه كون فسرناها لي حنا اوكي اذا حنا عاوتاني شوف دابا حاجه واحده عسى ان تكره شيئا وهو خير هو خير لك شوف الدعاوي ديال الناس اللي ما تيعرفوش هذا السيد يعني كنطلبوا منهم الدعاوي اول حاجه ثاني حاجه الحكم غيتنفذ يعني حتى 7 في شهر 4 ياك سو بغينا كاع الناس يمشيو ويكونوا حاضرين الا قدروا يجيو مرحبا بهم اللي ما قدرش يدعي من بعيد وان شاء الله محامي خصو يتخاد في اقرب وقت لانه الا كانت غتكون الجلسه في 4 في شهر 7 وانت عارف بان تنفذ داك الشيء والدوسي تسد ما عندكش حق باش دير لا استئناف لا مربي حتى يضرب واحد 4 سنين ولا 5 سنين حسن سيره بلا 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 بلا, بلا ودان كتفتح الدوسي عاوتاني لانه ما يمكنش تطعن في واحد ملي كيقول القاضي هنا القاضي عنده واحد القيمه اون فوا خرج الاحكام وتنفذ سال الفيلم راه ما تكونش تجي عندنا سو حنا دابا وجينا بانه ربما وصلتني القصه ربما غندير الفيديو الناس غيشوفوا والناس غيتعاطفوا والناس غيبغيو سيبورتي راه كل شيء عنده سبب فهمتي ربي واللي ظالم غيبان هي غادي تبان من خلال كتقول لي انا حكموا عليه وبدات كتبكي دان هنا دات واحد انفصام في الشخصيه فهمتي يعني ما بغيتش نقول لك هذا الشيء شي حوايج اخرين تقال نو نو ما تقولش لي ديتاي ما بغيتش نقولهم نو دونت انا على هذه النقطه اللي قلتي ديال راه تنادم معاه الحال وراه بنادم فهمني اوكي وش از جود يعني اشنو كدير انت دابا هي اش كتقولي كتقول كاين واحد دابا هما المحكمه دوك السوتو اللي حكموا عليه غيلتي فيهم داك بحال داك الغرور ديك اللعبه كعارف امريكان حنا هما انا ماشي نحكم ويجي واحد من كواكب بعيده وغي يحيد عليا سو هي غيتنادم معاه الحال ولكن اللي غيشوفوا الناس واقفين المشكله الكبيره هي انت دابا هي راه واخا تنادم معاه الحال غادي يقول لها اجي انت كذبتي وغتولي واش فهمتي رايت الله وجمد حيتيا ما كاينش تكذب على واحد وتصيفطو اذا تبتو عليك غتولي في مشكل السوق خصو يكون واحد التراضي ان شاء الله والله الله الله يحنن هي قلبها هو جو بونس راه ما غيبغيش لها حتى هي المصائب لان بزاف الناس كيقولوا الناس المقربين تيقولوا المعامله ديالو معاها ودري ظريف يعني الدري صح كيعرف واحد الدري البارح قال لي راه كنعرفو مزيان حنا ما نمشيو بعيد يعني باش تشهد فيك وحده من العائله باش تقول فك دابا هاد السيده اللي جات خرجات قالت كلمه حق فيه تقول لك راه هو ولد خالتي وهي بنت خالتي وانا من عائلتهم وعارفه شعيب ما يديرش هذا الشيء يعني كفايه بارك بان السلوك ديالو هو اصلا مزيان يعني لا بنادم ما يبقاش يدور في راسه ديك القضيه وانا كنزيد نعاودها ما يبقاش يقول بنادم واش انت كنتي معاهم ولا انت عارف يعني انا هاد القصه اللي كنعاود لكم من فم بشعيب وشعيب انا عارف واحد الانسان اللي صريح تصور ما غيكذبش عليا ما غيقولش ليا انا القصص ديالو كاع عارفهم الحياه ديالو كلها عارفه تصور باش بنادم يخلي لك الوراق ديالو كاملين هنايا بالطاكس بالكريديات كارت بكل شيء يعني التليفون ديالو الاسرار ديالو كلها عندي في التليفون فيا ما نقلبها ولكن انا عارف صاحبي ما نقربش ليه داك الشيء ديال تصور دابا عاجو التليفونات عنده قال لك بيعهم باش تصيفط لي عام ناكل في الحبس ياك انا دير جهدي وتصنط انا ما قدرتش نبيعهم عرفتي كيفاش جاتني انا والمدام جاتني بحال واحد ميت وكنفرتت ليه في حوايج وكنبيع فيهم اكيد حسيت واحد الاحساس خيب وانا نقولها خلي امهم تمايا وانا يا دوك الفلوس انا نتعافر ونتقاتل باش نعطيهم لي اش فهمتي شحال غيتباع التليفون 800 دولار 900 دولار
حنا نبقاو بحال كنعطيو بيمنت في ذاك التليفون ويبقى لي تليفون، انا كنتمنى عاد يبقاو حوايجي عنده ويخرج يلقاهم، ما فهمتي أكيد أكيد يعني اسراره كل آه. عارفه، ما يبقاش بنادم شوف وبنادم اللي مسلم وكيعرف الله راه ما هذه المرحله ما خصناش نوصلوا ليها. أكيد يعني انت كتسولني هذا السؤال وتقول لي واش انت كنتي معاهم، اصلا ما خصش توصل لهذه المرحله بين المراه والراجل، انت يا خذها ك شنو هي ك كانسانيه اش كنقولوا لها يا ربي تسمح لي كاع كنقولوا لها خذها هذه القضيه انسانيه، ما تاخذهاش ما تبقاش تحكر على شي حوايج اللي خذها ولا دينيه وكذا تستغل القانون ديال واحد الدولة اللي كيخليك تعذب واحد تعذب مثلا واحد. بهذا التعذيب. هذه لا الناس دابا خص كيفاش ياخذوها كما قلتي هذه الكلمه، هاد الانسانه خاتها من واحد لو كوطي باش تعذب ذاك السيد، لان يا القانون ديال هذه البلاد كيساعده، وانت كيعطاك كمغربي كيعطاك وانت كمغربي كتصنط ليا، انت الا قلتي ما عرفتيش اش بين ديك المراه والراجل، يعني انت كدير لمرتك نفس الطريقه وهي ما رافعاش على الدعوه ديال الاغتصاب، ياك انت معايا في هذه الفكره؟ يعني انا معاك، لا معاك، كنسمع. وي وي ما خصش بنادم ياخذها بهذا كاين المنظور، كاين راه كاين كاين ما خلل عرفتيش كاين خلل بيناتهم. لا خويا ما كايناش عندنا هذه الفكره ديال الاغتصاب اصلا. الزوجة ديالك وخليه. ودابا هما كيف كاين كاين، راه ما عندناش يعني، راه اي واحد مراجلك وانت مرته وولدين جوج دولاب هيا وغتجي الكوطي ديال الاغتصاب. قول اسيدي اسيدي، انا هاد السيد اللي غيسولني هاد السؤال ويقول لي واش كنتي معاهم، هي لا كانت القضيه ديال العنف ضربها نقول ما كانتش معاهم. انا دابا الفكره اللي باغي نوصل للمغاربه هي الاغتصاب، حنا ما عندناش نهائيا بين المراه والراجل، وهاكا يعني باش شاده هي، راه ما شاده كتقول ما كيضربني ما والو، اغتصبني. خات هاد الكوطي اللي غتصيفطو بيه مدى الحياه، واش فهمتي؟ يا يعني مقرينا مقرينا مقرينا. كون سولتيني هذا السؤال ديال وانت كنتي معاهم فاش ضربها، انت دابا اللي كتقول ما ضربهاش، واش كنتي معاهم؟ نقول لك هي اسمح لي انا سمعت من صاحبي ياك، ولكن راه صح قال لي بانني ما ضربتهاش، ولكن اخويا حنا بغينا عن سيبورتيو وما يوصلوش للمحكمه وما تغرقوش، ولكن اصل الضرب انا ما غنكونش فيه في هذا اللايف، والله ما نكون فيه، اكزاكتلي exactly. يعني ما كتعرفش شنو ولكن هي واقع خاصة الداخل. واحد النقطة اللي بغات تغرقه هو الاغتصاب، وانتم كاملين المغاربة دابا اللي كيتصنتوا بأن في هذه البلاد إذا جبتي الاغتصاب بأنك كتجبد القتل، هما طب كياخذوه ككرايم اكثر كاع قتل، واش فهمتي؟ ويعني اش نقول لك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كنشكرك بزاف، الله يسر ليه في هذا النهار. شوف حنا ان آمين شاء الله آمين ان شاء آمين الله أخويا. غنبقاو عاوتاني، فهمتي، فهمتي، نهضر على هاد لي صور بزاف، نبارطاجيو لو ماكسيموم، نعاودو نهضرو عاوتاني، نعاودو المهم نهضرو بها نميدياتيزيوها بزاف باش يوصل المشكل ديالو لعند الرأي العام، وما يحسش براسو راه بوحدو. نتمنى ان شاء الله يكتبوا، فهمتي، الصحف يكتبوا على المشكل ديالو، الناس اللي عندهم بعض المتتبعين واللي يقدروا فهمتي يوصلوا هذه القصه ديالو للناس، الناس الاخرين، لما لا، والخير فيما اختاروا. يعني اي حاجه اللي مكتبه لي راه غيدوزها، راه حتى واحد ما عنده الباور باش يشونجي داك الشيء اللي مكتب عليه الله اللي صافي غيمر منه. وحنا راه عايشين في هذه البلاد، وتنقول لك انا هذه القصه راه نصيحه وجات مزيان باش حتى العيالات يسمعوا. راه غيوقع لك مشكل واحد النهار، ولا صاحبتك تعمر لك راسك، ولا جمعيه، ولا هذه، ولا الله يرحم لك الوالدين. هذه كلمه الاغتصاب حيدوها من القاموس ديالكم. راه ذاك الراجل راه من القليله 15 عام للفوق، راه ما يمكنش، راه ما يبغى لها ربي، راه ربي وكيغفر ربي، وتيسمح لنا شحال ديال المصائب كنديروا كيغفر لينا. فصيفطي واحد الانسان 15 عام وسيرتو كوزان ديالك، يعني انت اقرب انسان ليه، راه ولد خالتك، راه ماشي براني ولا مشرقي، ولد خالتك، دمك ولحمك. والله يهدي الجميع، والصحابات، المشاكل الزوجيه، المشاكل بينك وبين راجلك حليهم انت وراجلك، هما ناس عقلاء. ها هو قال واش حنا المغاربه صعاب تناقشوا معانا، راه عادي انت، حنا فهمتي يعني. وقادي واحد القضيه اللي ولات
ولا هاد الجمعيات كيوركوا عليها. انا نصيحه كراجل، انا تنقول اي مره مثلا ولد راجلي كيفسد عليا، اقسم لكم بالله كراجل ما كاينش الراجل اللي كيدير شي حاجه برا وكيجي فرحان للدار، راه المشكل ديالو مع ربو اللي خلقو اول حاجه. راه هو ما حاملش راسو، كيجي كيلقى واحد بنت الناس اللي معامله معاه مزيان، هو يلاه دار جريمه اللي غيتحاس مع الله بعدا. المشكل ديالو مع الله، كتجي انت راه كتطلب الهدايه من عند ربي، وراه ما كاينش الا بدلتي هذا الراجل راه ما تلقايش محسن منه، راه ما كاين حاجه كفس من حاجه. هذا الشيء اللي كاين كبلان كيدير يد في يد، والغربه هذه صبري عليا نصبر عليك ونزيدوا لقدام. والله يطلق سراحه في هذا النهار. مسكين عرفتي مسكين، وغنختمها واقيلا غنختموها هنايا. عرفتي في الرساله اللي صيفط ليا امو حيت مسكينه باقا ما وصلاتهاش ما فبارش. قال لي الا قلتوها لامي، وهذا الا قلتوها لامي قولوا ليها تسمح لي بزاف، لانني انا كنت ناوي هذا العام، وتصور البي مقطع دابا بي مقطع للمغرب، راه قبل ما يدخل راه مقطعه في شهر خمسة، كان غادي في ماي في شهر خمسة وسميتو، وقال لي قول لامي تسمح لي لانني كنت هذا العام غادي ندير الحج. واو. وقال لي الكلمه اللي بغيتك توصل لامي واسيستي عليها، قول لها الوقت اللي تسمع الاذان وتنوض تصلي ما تعطلش على الصلاه، كتبها لي في البرا. قول لامي يعني هو اصلا واصل لواحد المرحله دينيه يعني يعني متمكن يعني شويه فهمتيني. وقول لها ترضي عليا، وقول لها راك تغديك الحج وما دابا الظروف راه ما كتسمحش، راك عرفتي يا امي انا فين كاين، والصلاه تولي تصلي من تسمعي الاذان نوضي ما تعطليش على الصلاه، صليها في وقتها. واخويا والله الا بورشتيني انا بهاد الهضره شوف شو حنا ما غنوقفوش هنايا، غنحاول عاوتاني فهمتي نبارطاجي في دي بلاتفورم اخرى. الله يعطيك عاوتاني مره نحيو نحيو ونديرو نورو حتى في جميع لي بلاتفورم هنا فيسبوك تيك توك يدا زمار، خص القصه توصل، خص يعرفوا هاد الناس راه عنده واحد الميديا ولا عنده الناس اللي معروفين ولا شي حاجه راهما متابعين هاد القصه باش يديروا ليه 100 حساب وحساب. الله يطلق سراحه في هذا النهار. وشكرا بزاف، انت هو الصديق ما نكذبش عليك المثالي اللي فريمون اي واحد يطلب يكون عنده واحد صديق بحال هكا، لانه خديتي من وقتك ووقفتي وهضرتي بواحد الحرقه عليه، وانت اللي كتقرا دوك لي ليتر راه النعاس ما يجيش. عندي ديال 9 شهور ديال عام كلهم حاطهم في ملي دخل هو كيصيفط لي في الرسائل وهذه. الله يطلق سراحه، وان شاء الله نحاولوا ما امكن باش نكونوا في ارلينتون ان شاء الله، وغنحاول نبارطاجيها ونديروا هاشتاغ، واللي يقدر بامكان ديالو يجي يحضر في سبيل الله. غتجي فرايداي يعني ان شاء الله فرايداي غيكون ان شاء الله خبار زوينه بالنسبه ليه. امين يا ربي، ما يضيعوش الدعوات ديالكم والدعوات ديال المغاربه كاملين، ديروه بحال خوكم، ديروه بحال حطوا راسكم في نفس لا سيتياسيون، ويعني وديروا قريب منكم وغتحسوا بها، غيحس بها كل مغربي غيحس بها، وكل واحد كيعرف الله وعنده الايمان بالله. راه كيما قلت لك كون كانت الضرب ولا الجرح ولا شي حاجه ولا هذه ما غندخلش، ولكن باش تلقاي لو كوطي من تشدي وتدخليه تغرقيه، لان في هذه البلاد هو يا من الصالح ديالك انت وتغرقيه، هذا هو اللي خلاني انا باش ندخل، لان ما كاينش بيناتنا هذا الشيء. نو منك نشوف الميريكان، انا نعطيك، انا ملي كتسمع اختصاب مع امراه مغربيه وزوج مغربي كتعرف الانسانه معمره من واحد الجهه. صافي الاغتصاب عطاهم اللب ديال فهمتي، عطاهم موضوع وتهمه اللي كيتعاطف معاه الجهه. ما تقرش الميه بيه. خلاو المصريين هذه تصيفطك تأبيده من الاخر. ايوا خويا ميلود، واختي واحد الكلمه راه صيفطتها لك في الرساله، ما عرفتش صيفط لك هذيك البار ولا لا. قال لي انا با مات هو راضي عليا، ما مات ترضى عليا، والله ما نكذب عليك دابا عرفتي كنتفكر شو اقسم لك يمينا زعما ما ان شاء الله ان شاء الله. قولي لامي مسكينه ترضى عليا، كيف رضى عليا با ترضى عليا، ونتلاقى بها ان شاء الله
في الجنه ان شاء الله، وتعرف انني انا والله ما درت لها السيده شي حاجه، والله ما درت لها دابا دابا بيني وبينك اخويا هذا اجدادي ناد السيد تنديروا عليه بحال هكا. دابا انت صاحبه تنقول لك انا واحد البارح اجدادي لينا ما داير ما داير لينا والو كنعرفوا نو الدري صاحبي كيعرفوا صاحبي صاحبي زاد اكد لي الكلام الالهام اللي لا كوزين ديالو اللي تواصلت معاه قالت لي بليز وين ندير هابودي راه قال لي بينوت قال لي راه هذا راه نعرفه راه هادي راه ظريف راه قال لي كلشي كيشكره سو فهمتي يعني ما هادشي هادشي كيضر في الخاطر والله واخا تكون قلبك مع ديال الحجر حيت حنا كنعرفوا عشنا بزاف في هاد البلاد كنعرفوا بانه بزاف ديال هاد لي كاو كيكونوا مع ما بين بنات البلاد ولاد البلاد بلاد. يعني راه ماشي راه شداتو من واحد لو كوطي باش تصيفطو بخطره ويعني يعني هو ما 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 اش غنقول لك الله يجازيك الله يصاوبك الله يصاوبك كل ما كان كل ما كانش مزيان ما غنوصلوش مع هذه المرحله صافي صاحبي انا غنسيبورتي بواحد 200 دولار وصافي ونخرج من السوق ديال ونخرج من السوق صافي نقدر داك الشيء المحامي نمشي نهضر معاه بغى واحد بغى واحد النهار مساعده نعطيها له صح ولكن باش توصل بك الحرقه باش نقول للمغاربه بان الا وصلت بك الحرقه لهذه الدرجه يعني انا متاكد وانا قدام الله وقدام العبد بان هذا السيد مظلوم شوف علاش علاش لان شداتو من واحد لوكوطي في هذه البلاد كيصيفط خطط مضروب مخطط مخطط درصات لي واحد واحد الحاجه الحقد والحسد والكراهيه في هذا وهذا الانتقام في هذه اللقطه هذه يعني يعني قلت ليه اجي ما بغيتش نقول هذه الكلمه اجي نتايا من حرمتيني بك من باغي تحرمني من الفلوس وشديتي معايا الضب هي ما غتقولهاش بهذا المعنى ولكن غتقول ليه غتقول ليه انت من شديتي معايا الضب وما بغيتيش تعطيني ديك الحاجه اللي باغا انا بحال شي دراري صغار كيلعبوا في الزنقه يا يا داك كما قلت لك قلت لك ملي كيكون المشكل في الدار كيخرج انا غنوريك حيت هي دابا المراه ملي كيكون ما كيكونش عندها الباور ولا شي واحد ما عندوش الباور بانه ينتقم من داك الشخص كيقلب لي على اسهل الطرق اللي غيقدر يشوفو وقلبو غيبرد الحرقه اللي فيه الداخل غيشوفو كيغرق وغيقول لي ودابا انت كتغرق شوف شكون اللي غيطلعك من داك كتربي واحد الشخصيه كترتاح ملي كتشوف شي واحد كيتعذب وانت السبب وانت السبب ريفنج ريفنج وراه بنادم ملي كتوصل في هذه المرحله راه زعما استغفر الله العلي العظيم بنادم ما كيخافش الله هادشي كيضر في القلب والله وكما قلت لك راه جاو 70,000 قصه بحال هكا وتنحاول نشرح ونحاول نهضر الله يهدي الله يهدي هادشي اللي نقدر نقول لك انت شويه بنادم شويه نهضروا حنا استغفرتوا مال اليوتيوبرز وهادشي نحاولوا نهضروا في هادشي بزاف باش او يس اوف كورس اوف كورس عيب وحرام وكل شيء دخل فيها يعني خاص بنادم يفيق شويه من هادشي ان شاء الله انا احنا بعدا احنا ماشي شعيب احنا ماشي شعيب وجاتنا بزاف احنا ماشي لداخل ديال شعيب كيدير وفشلت انا فاش قالوا لي رجلي والله ما بقيت كنقدر نمشي بهم فشلت عرفتي بحال شي واحد كيتيريفك بحال هكاك والله ما نكذب عليك قال لي كل ساعه انا فوق العافيه اكيد 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 قال لي راه قال لي دابا نقول لك نفسر لك لي فسرت قال لي الافلام قال لي شي داكشي جهنم قال لي انا العافيه فوق انا يوميا البيضين بوحدهم والكحلين بوحدهم والعصابات بوحدهم كل عصابه والسميه ديالها وما تعرف راسك مين تمشي واش معاه هنا ولا ما كنقول لك انا الاغلبيه اللي كانوا تشدوا راه كلهم ولاو كيمشيو مع المسلمين فهمتي كيقول لهم حنا مسلمين خصنا نكونوا معاهم هما اللي كيقدروا يعتقوك وسط الحبس باش دوزوا واحد البيريود ساهله شويه ما حتى حاجه ما ساهله تصور كيهضر في التليفون وكيجي يوقف عليه واحد كيقول لي حط التليفون ويحط التليفون ما كيقول لي دابا هذا اش بغى هذا دابا قال لي انا راه ما عندي ليه جهد ما عندي ليه حتى حاجه ما يقدر يدير والو كيقول لي ماي براذر نكمل وغنخليه كيقول لي سربي قبل سربي
كاين كاين هذا الشيء كاين. انا النصيحه للناس كاع داكشي اللي كتشوفوا في الافلام ديال الحبس ديال الميريكان كله واقع، ما مبالغش فيه، حقيقه ديال الحبس في الميريكان. دابا ولادو تا هما ما عرفتش انا كي غيديروا، من غيكبروا غيتدمروا، تا هما ما عرفتش كيفاش كيخموا هاد الوالدين بان الولاد دابا ملي غيكبروا ولادو غيتدمروا، غيعرفوا باهم بان امهم صيفطاتو للحبس. ولا كيما قلتي نتايا ربي راه كبير على دوك الولاد الا ما خرجوش فيه هانيش، فهمتي؟ كما تدين تدان. ما كاين يعني ايماجين الا كانت السيبه في الدنيا ربي راه غيطفي البوله بالزربه، ما يمكنش واحد العبد يظلمك ويبقى يظلمك ويزيد عنده حياته عاديه، ما يمكنش، فهمتي؟ ما يمكنش، ما يمكن. شوف كون ما كان ربي، ربي ربي كون ما كانش كيك، اول حاجه ربي طرد منها ابليس من 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 الجنه هي التكبر والحقد. اكيد تكبر، هو تكبر وقال لي، قال لي كيفاش بغيتيني نسجد ليهم وانا خير منهم، وانا انا خير احلى. قال لي كيفاش بغيتيني نسجد لهادو اللي هما من طين، يعني هذيك الكلمه فيها الحقد وفيها التكبر وفيها انا اكبر منكم وانا 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 وانا. ودابا هنايا بنادم الحقد عنده والتكبر عنده كحاجه هي اللي عاديه، هو راه ما عرفش ربي راه خرج من رحمته واحد قال لهم انا احسن من هذاك، اش فهمتي؟ الله يطلق سراحه، وان شاء الله نبقاو عاوتاني نعاودوا، نبقاو على اتصال اخويا، فهمتي؟ نبقاو على اتصال عاوتاني. الله يعطيك الصحيح. انا راني ديما راه الاشاره مرحبا، نطلعوا نبارطاجي ونهضروا عاوتاني نحيو باش ما يبقاش الامور ديالو غاديه في الصمت، وان شاء الله الحق ديالو، الحق ديالو غادي يتخاد ان شاء الله. ان شاء الله هذاك الشيء اللي كنتمناه حنايا، حنايا كنتمنى من اي مغربي وعنده الحرقه على هذه القضيه هذه، هو بغيتو نهار سبعه، نهار سبعه في شهر ربعه يحضروا، واخا تكون القاعه عامره لداخل، بغيت برا حتى هو يكون عامر، لان غتقدر تكون هي في الصالح ديالك. ان شاء الله. صافي صافي، حنا غنبارطاجيو هذا الشيء ونعاودوا عاوتاني نديروا، نعاودوا نهضروا على القضيه في لي لايف باش نعرفوا، لان افريل راه ما بقى ليه والو، غمض عينيك ها هو، باش نعرفوا فهمتي اش من ديريكشن ناخذوا. وملي كتكون واحد الكوتي ديال لي ميديا اللي كيبوشي كتولي قضيه راي العام، تيولي بنادم خصو ولا كيقول او بلاتي الناس كيهضروا عليه والناس كدير هاشتاج. سوي ان شاء الله، ان شاء الله غيكون الخير، ويحسوا بانه راه ماشي كل شيء نساه وكل شيء دور ظهروا عليه ولا منه القضاء، بالعكس راه الناس كيبغيه والناس تيحترموه، والناس اللي دار معاهم الخير راه ما كينساوش الخير ديالو. خويا ميلو شير داك اللينك، الله يستر عليك داك اللينك، انا حطو حتى في الفيسبوك ان شاء الله. خويا وكنشكرك اخويا ميلو، ماشي مشكل والله اخويا، ما درتش المسانده، وانا عارفك بانك انسان طيب، وان شاء الله غتكون بان بنادم كيهضر بحرقه بحال هكا كتكون على الطيبه فيه ومن بد ديالو كيكون صالح. وانت ان شاء الله انا بغيتك اخويا ديرو كي خوك، يعني الماكسيموم الماكسيموم، وري العباد الله هذه القضيه ووريها، وحنايا غنديروا مجهودنا، غنقلبوا على الميديا ديال الميريكان وديال المغرب، وغن يعني غنوصلوها لاكبر. انا زعما انا نقدر، الشيء اللي قالوا لي غتوصل القمر تخلص باش توصل وتولي من صوره في السماء كل شيء قراه، غنديرها. هذيك هي الصداقه، لانك انت اقرب اقرب شخص لي، لان اللي كيرضى بالظلم راه هو شيطان، واللي كيبان ليه دابا بان هذه القضيه راه ظلم هو يا غي وباغي يغطي بواحد واحد لو كوتي ديال بان ما عرفناش اش بينا. والله انا الا كنشهد قدام الله بان هذا السيد والله تا مظلوم، انت كتقول، انت تقول الصديق ديال ها مرتك اللي كتبقى مرا اللي خصها تكون هي كتساند مرا اخرى، تتبكي بحرقه على قبل الصداقه اللي بيناتكم، فهنا كيبان بانه ربي راه بشويه بشويه غيبين الحق، حيت هاد السيده راه تحكم وما حتى واحد ما جاب لي الخبر، يعني القصه راه خرجت، حتى بنادم عرف هاد الشيء راه ولا او الناس هادو راه ولاو بغاو يحكموا عليه دير بصح، اما وكون فغيمون كان داير هادي بنادم غينوض يتحرك من النهار الاول، بنادم نعس حيت كيقول انا ما داير والو راه امبوسيبل، غير ملي وليتي كيقول لك 11 عام، اذا هنا كدير واحد الوقفه كتقول بلاتي هاد الامور هادي راه ولات غاديه في واحد ديريكشن اخرى، خصنا نعرفوا اشنو الواقع. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله، ان شاء الله نبارطاجيو لو ماكسيموم، والله الله يطلق سراحه
ومرحبا بك فهمتي في البلاتفورم عندي، مرحبا بك نبارطاجي، ما كاين حتى شي مشكل، حنا كنبقاو خوت كنبقاو مغتربين تنبقاو. انا شوف راه هو خويا وهي اختي فهمتي، كنبقاو ان شاء الله داك الشيطان اللي فغيمون بيناتهم كنطلبوا من الله عز وجل بانه فهمتي. لا شوف هذا كما كيقولوا هذا ابليس من الدرجه العليا، هذا ما لا لا يحضر هذا هذا ستاج الوقت هذا اللي حضر في هذه القضيه ابليس من هذا 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 هو ما راه بنادم راه ما عرفش هذه القضيه بان الشياطين راه قريب. راه ملي كتسجد اش كتقول؟ كتقول اللهم بعد عنا، اسمع بعد عنا شياطين الانس وشياطين الجن. شياطين الجن ملي كتقرا القران بقوه الخشوع والخوف من الله عز وجل تيمشيو، انا عنسيني ليك عليها، واخا تحس براسك سوره البقره المعوذ مو تقول ايها، ولكن الشيطان الانس راه يقرا معاك القران، راه يهضر معاك، راه هو كيبلاني ليك، راه ما كيمشيش، لانه علاش الشيطان؟ لانه هذاك السيد ولا كيدير اعمال شيطانيه بالخدمه ديال الانس. هذاك الانس كيبان لك، كيبان لك هو راه غادي ويبكي معاك ويدير معاك كل شيء، ولكن داك الشيء اللي مبلاني ليك لا يعلمه الا الله. واحد القضيه راه ابليس كيقرب الناس الشياطين اللي ما 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 ماشي كيقربهم اللي كيكونوا قراب ليه اللي في القتل ولا في المشاكل ولا لا، كيقرب الشياطين اللي كيكونوا كيقدروا يفرقوا بين المرأة وراجلها، ايه هو راه حتى في سورة هما البقرة هادو اللي قلت قراب ما لابليس يفرقوا بين وبين المرأة المرأة وزوجه، هادو هما اللي قراب لابليس. اما اللي شي ذاك اللي كيجي كيقول لي راني درت، كيعرضوا عليه ذاك الشيء اللي داروا ذاك النار، كيقول لهم هذا الشيء ما كيهمنيش، ولكن المقربين ليه اللي كيقول لي انا فرقت بين المراه وراجلها كيكون اعز وحدين على ابليس، فوال داير الخدمة ديالو ديال بصح داير خدمه نقيه نقيه. فوال فوال والله يصاوب، الله يصاوب خويا فهمتي، نبقاو على اتصال شي جديد شي حاجه اللي تبارطاجا ان شاء الله. وتنا راني راه الاشاره والله الله يطلق سراحه، خلي اللايف باش نحاولوا نبارطاجيو. انا غن انا غن 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 سيفي الاول وغن سيفي هذا حتى هو، بارطاجيو لو ماكسيموم واش فهمتي. وحنا ما احنا ما ناخذوش، حنا كما قلنا وقلتها وقلتيها وقلتها انا، ان احنا كنثيقوا في القضاء ديال هاد البلاد، وهذا احنا بغينا نعطيو غا فهمتي النظره، ونعطيو اللي عنده شي بروفي يعطيهم ويحضرهم، لانه المشكل ديال هاد السيد هو ما كانش كيامن بانه يحكموا عليه، حيت هو الداخل ديالو ما داير والو، ولكن القانون ديال هاد البلاد كاينين 12 جير هما اللي كيحدوا لك المصير ديالك، هو تحدد المصير ديالو مع الناس، لانهم كانت العاطفه من جهه المراه، ملي ما غيخرجوا دلائل اللي ما يمكنش لكم انت تعطيهم هنا في اللايف، لان كيبقى داك الشيء باقي الكا باقي في المحكمه. مي كنتمنى ان شاء الله يكون واحد الحضور ديال الناس، واللي باستطاعته ديالو يبارطاجي وهادي وهادي، وحنا راه واللي ما قدرش يعاونها بالدعاء اي دعي معاه صافي، هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. الله يسر الله يسر، انا غنسيف يا خويا اللايف سيفي، الله يستر بارطاجيو لو ماكسيموم ان شاء الله. الله يحفظك صافي، مع السلامه. شكرا الله يحفظك، شكرا بزاف، ماشي مشكل اختي ما درت والو، الله يسر اختي، الله يسر، شكرا اختي، شكرا. اوكي المهم شكرا لكاع الناس اللي كيتفرجوا، المهم بارطاجيو حتى القصات هذو راه فريمون على الدومارج فريمون كيضروا في القلب، كيكونوا ما بين مغاربه وكيكونوا ما بين عائله، مازال المغرب مشكل فهمتي، من داك الحبس ماشي مجبد، كتبقى في الحبس ديال المغرب، كتجي جداك امك خالتك كيفوجوا عليك كتشوفهم، راه الغربه ما تبغيش الحبس غير العدو كافر بالله. كنتمنى هاد الاخت حتى حنا ماشي كنهضروا عليها خايب ولا حنا ما حاضرينش ما عارفينش، ولكن ات ذا سيم تايم نصيحه اخويه فهمتي، اذا كان في راجع الاوراق ديالك وما تلتجئيش لهاد الناس، لانهم في الاخر راه كيبقى ولد خالتك راه مشاركه مع الاولاد وفهمتي، هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. الفيديو غنبارطاجي غنحطو، واللي بغى يبارطاجي بارطاجي، الله يطلق سراحه والله يهديهم والله يهديها حتى هي، وكيبقاو مشاركين الوليدات، وما نساوش الخير اللي كيدوز بعضياتنا، ما نخليوش هاد القانون ديال واحد البلاد اللي كيعطيك ديك القوه باش ديري اللي بغيتي تستغليها، وهذا لا يعني بان كاع العيالات المغربيات ولا كتشت لي كومونتير، لا بعدنا، وبالعكس كاينين داكشي فهمتي، داكشي اللي كتب عليك الله راه كدوزو، وهادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف، وتهلاو ليا في راسكم،
والسلام عليكم.